السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ورد وزعفران مع فاطمة وشهيوة جديدة. اليوم ان شاء الله شهيوة سريعة التحضير، ما غاديش تاخد منكم اكثر من 15 دقيقة. مكونات بسيطة جدا ولكن الطعم ديالها كيبقى لذيذ لذيذ بزاف. هاد الأكلة ما تحتاجوش فيها للحوم، ما غاديش تحتاجوا نهائيا انكم تدخلوها الفرن، يمكن لكم تديروا فيها اي حاجة عندكم في الثلاجة. الاهم من هاد الشي يعني السرعة واللذة ديالها، غادي تخليكم تبقاو تحضروها بزاف ديال المرات. فندوزو ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هاد الشهيوة هادي. فنبداو بسم الله على بركة الله. هنا عندي جوج حبات كبار ديال البطاطس المقطعين مربعات صغيرة، وعندي جوج حبات ديال الجزر مقطع حتى هو مكعبات صغيرة، تكون أصغر من المكعبات ديال البطاطا لأن الجزر كيهز شوية الطياب على البطاطا. وعندي زليفة ديال الجلبانة. بالنسبة للخضر كيبقى لكم الاختيار، ديروا الخضر اللي متوفرة عندكم كيف قلت في الثلاجة، يمكن لكم ديروا حتى الشيفلور اللي عندكم متوفر. غادي ناخذوا هاد الخضر وغادي نديروها تسلق، ما داش تاخذ وقت طويل، واحد 10 دقائق تقريبا لانها مقطعه قطع صغيره بزاف. كنديروا الملح ضروري باش ما تجيناش باسله، وكنخليوها تسلق. ملي كتقرب الخضره تسلق كناخد واحد المقلات. انا هنا غادي ندير المقله الثقيله اللي كنديروا فيها المسمن. درت فيها 4 كاس ديال زيت الزيتون، فلفلة مقطعة مربعات صغيرة، فلفلة كبيرة، وحبة ديال البصل مشلضة رقيقة، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان حتى كيدبلوا. من بعد ما كتدبل الفلفلة والبصلة وكيتشحروا ليا مزيان، هنا غادي نزيد 3 الفصوص ديال الثومة محكوكة، وكنشحروها حتى هي غير شوية باش ما تحرقش لينا، لان لا تحرقات ما كيبقاش المفعول ديال الثومه. واحد نص دقيقه تقريبا كنشحروها فيها. ومن بعد كنزيدو كاس كبير ديال صلصه الطماطم. الا ما عندكمش صلصه الطماطم يمكن لكم تاخذوا جوج حبات كبار ديال الطماطم، تحيدوا لهم الزريعه، اما تحكوهم او لا تطحنوهم مزيان، وكتزيدوا لهم معلقه ديال مركز، هذه في حاله الا متوفرتش لكم الصلصه، وكنشحروهم مزيان. بالنسبه للطماطم اللي كتكون محكوكه كتبغي تشحر حيت كتطلق الماء. كنزيد الملح حسب الذوق والكمون، فقط هاد جوج توابل هما اللي كندير. بغيتو ديروا الابزار اولا الفلفل الاسود كتزيدوه، ولكن غير بهاد الجوج كتجي بنينه. من بعد ما تسلقات الخضره وصفيتها من الماء كنزيدها لهاد الصلصه هذه، وغادي نخلط غير بشويه، نحاول انني ما نعجنش الخضره لانها مسلوقه باش ما تعجنش ليا. كنخلط بالمعلقه من تحت لفوق حتى كتدخل فيها ديك الصلصه. كنوزعها في المقلات، وكنزيد واحد جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس طريين كنديرهم من الفوق، وهنا كنقصوا العافيه مزيان على حدها لان ما عندناش شي حاجه اللي هي يعني فيها الماء غادا تبقى خاصها تنشف. كناخذ هنا البيض، عندي هنا 5 الحبات ديال البيض، وانتم الكميه راه كتبقى على حسب عدد الافراد ديال الاسره ديالكم. البيض طربته شويه ودرت فيه، ضفت ليه شويه ديال الملح باش ما يجيناش مسوس، وكنوزعوه فوق الخليط ديال الخضر والصلصه، كنحاولوا اننا نوزعوه بالتساوي. وهنا عندي جبن مبشور اولا موتزاريلا محكوكه، كنضيف من الفوق، كنغطي الوجه ديال هاد الخضر والبيض، وغادي نرش بشويه ديال الفلفل الاحمر كيف قلت لكم على عافيه مهيله باش ما يتحرقش لكم من التحت، وكنخليه حتى كينشف البيض وكيدوب الفرماج، ما كياخدش كيف قلت لكم اكثر من 15 دقيقه، وكتكون الشهيوة واجدة، كتجي الصراحة لذيذة بزاف بزاف بهاد المكونات هادي. وكيف قلنا تقدروا تبدلوا في المكونات ديال الخضرة على حسب الخضرة اللي عندكم.
طريقه اللي سهله بزاف بزاف، ما تحتاجوش فيها لا فرن ولا حتى شي حاجه، ومغذيه في نفس الوقت. اتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسونيش من التعليق اسفل الفيديو. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعه، الى اللقاء ان شاء الله في شهيوة قادمه، مع السلامه.